خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، وستة ثمانية ستة ثمانية لمشتركي موبايلي. وكانت الغيرة تدفع أحيانا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من الاحتيال، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. وسبق أن قلنا يسلم على هذه وعلى هذه وعلى هذه، ملاطفة بالكلام، ولكن التي هو في بيتها دور عليها هي التي يأتيها، ولا يأتي إتيان الرجل أهله إلا من هو عندها، إلا كما قلنا الحالة التي يدور عليهن كلهن فيها، فيأتي هذه ثم يذهب الأخرى ويأتيها ويذهب الأخرى ويأتيها. وهذا الذي استغرب بعض الناس من قدرة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ولذلك قالوا إنه أعطي عليه الصلاة والسلام قدرة 30 رجلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلواء والعسل، وبعد صلاة العصر يدور على نسائه يسلم عليهن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها. طبعا عائشة كما قلنا التنافس مع زينب، زينب عندها عسل، عائشة وين تجيب عسل الآن؟ فقالت عائشة: أما والله لنحتالن له. فتواصيت أنا وحفصة، وضعت الخطة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريحة مغافير. طبعا المغافير هذا صمغ حلو له رائحة كريهة، لأنه يعمل من شجرة يقال لها العرفط، والعرفط هذا يؤدي إلى هذه الرائحة الكريهة. إني أجد منك ريحة مغافير. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يشتد عليه أن يوجد من رائحة كريهة، هذا يشتد عليه. فقالت عائشة لحفصة: على أيتنا يدخل أولا تقول له إذا دنا منها: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريحة مغافير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك: أكلت مغافير؟
قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. وفي رواية تقول جرست نحله العرفط، العسل هذا الذي تشرب عند زينب نحله وقع على العرفط قبل أن استخرج منه العسل، فلذلك صار كريه الرائحة. فنبي عليه الصلاة والسلام لما صار هنا وصار هنا فظن فعلا أنه هذا هو، يعني ولأنه كان يشتد عليه أن يوجد منه أثر ريح كريهة حرمه ما يشرب. فنزل قول الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لما قال شربت عسلا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من المقصود بهذا المثنى؟ ألف المثنى هنا عائشة وحفصة. وإن تظاهرا عليه يعني تتعاونان عليه حتى حرم على نفسه طيبات العسل، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن الذي يستطيع أن يقاوم كل هؤلاء؟ وقيل إن سبب نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت حفصة فزارت أباها، فلما رجعت أبصرت ماريا في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تدخل حفصة حتى خرجت ماريا ثم دخلت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه حفصة الغيرة والكآبة يعني الأمة دخلت عليها في بيتها في غيبتها، فقال لها لا تخبري عائشة ولك علي أن لا أقربها أبدا، فأخبرت حفصة عائشة في غيابي دخلت ماريا، وكانتا متصافيتين في اتفاقيات، فغضبت عائشة ولم تزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن لا يقرب ماريا، فأنزل الله هذه السورة. قال القاضي عياض الصحيح في سبب نزول الآية أن في قصة العسل لا في قصة ماريا. وقال النسائي إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية، وقال ابن كثير والصحيح أنه كان في تحريمه العسل.